الحمد لله الغني الوهاب الكريم التواب، لا تغيضه نفقة بإعطاء ولا تلحقه فاقة بإسداء. له الخزائن خزائن السماوات والأرض، ويده ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم عباد الله ما أنفق منذ خلق السماء والأرض، فإنه لم يغض أو لم يغض يغض ما في يده. ولو أن العباد أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. وأشهد أن لا إله إلا الله الغني عن عباده، وجميعهم إليه مفتقرون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله خلق الخلق وأسكنهم هذه الأرض وهم عاجزون عن كفاية أنفسهم وإصلاح معايشهم، وبهم حاجة ملحة إلى بارئهم وخالقهم اختيارا واضطرارا لا يسدها أحد سوى الله. فالفقر والحاجة والعوز والفاقة أوصاف الخلائق الذاتية السرمدية، والغنى والوسع والملك والعز أوصاف الخالق الذاتية الأبدية. فلما خلقهم تكفل برزقهم وحده قبل وجودهم على هذه الأرض ودخولهم بالحياة إليها، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم تكون علقة مثل ذلك، ثم تكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو وشقي هو أم سعيد. وقال صلى الله عليه وسلم: الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. ولن يخرج هؤلاء الخلائق عن الحياة بالموت حتى يستكملوا ما كتب لهم من ذلك الرزق، كما أخبر عن ذلك صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أو حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي أطلبوا الرزق بطرق جميلة مشروعة، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وحينما حث ديننا الحنيف على طلب الرزق، فإنه قد حرم كل طريق مشبوه لأخذ الرزق وتحصيله مهما كان إغراؤه، فالنار قد حفت بالمكاره. ومن استعجل الرزق بالحرام منع الحلال، وبئس المطية إلى النار المال الحرام. وأي جسد نبت من السحت فالنار أولى به. إن من نعم الله الخفية على بعض الناس العيش في ظل الفقر، لأن الغنى خطر عليه، إذ هو بوابة البغي والطغيان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو اغتنى لكفر. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. فعلى المسلم عباد الله أن يرضى بقدر الله وقضائه، وأن يعلم أن اختيار الله له خير مما تتشوف إليه نفسه وما يريده خاطره. وعليه أن يعلم كذلك أن قضية الرزق من قضايا الإيمان والقدر، وأن الغنى غير آت بذكاء الأذكياء أو سعة عقول العقلاء. فكم من صاحب ذكاء كبير يرافقه الفقر والحاجة، وكم من جاهل غير فطن ينقلب بين أحضان الغنى والترف. عباد الله، إن الله هيأ لعباده في هذا الكون أسباب الرزق الشرعية ووسائله المرضية، وأمر الإنسان أن يسعى في طلب الرزق وتحصيل ما يصلح العيش. فالرزق لا ينزل على متكاسل أو متواكل. يقول ربنا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم. أخرجه البخاري. لقد أمر الله تعالى بالعمل وطلب الرزق وبذل الأسباب مع كمال التوكل على الرزق على الرزاق الكريم، ونهى عن تكفف الناس وسؤالهم والذل لهم. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره
خير له، أي من خشب، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. فنحن في ديننا عباد الله لا يوجد كلمة التفرغ لطلب العلم أو التفرغ لشيء آخر ويترك الإنسان نفسه عالة على الناس. إن الله تبارك وتعالى قد يبسط الرزق لبعض العصاة ابتلاء واستدراجا، لا محبة ولا مكافأة، وإن كان لهم في الدنيا المال الكثير فإنه مال لا خير فيه، ويغدو نقمة عليهم لا نعمة، وعذابا لا نعيما. ولكن أكثر الناس لا يفقهون. يقول عن قوم قارون: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأما الطائع لربه المتحري الحلال في كسبه فإن لطاعاته أثرا كبيرا في جلب الرزق ومع ذلك البركة، ونعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. واعلموا يا رحمكم الله أن الإيمان والعمل الصالح سبب كثير من أسباب الرزق والبركة، لا من أسباب الرزق فقط. وقد قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم من بركاتي، لا من رزقي، لا من بركاتي، بركات من السماء والأرض. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإقامة شرع الله والاستقامة على دين الله سبب كبير لجلب الأرزاق. يقول الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أيها الفضلاء، إن من أسباب جلب الرزق استغفار الله عز وجل استغفارا صادقا. يقول الله عز وجل عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والبر وصلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الخلق من أسباب زيادة الرزق والعمر. ففي الصحيحين عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. والتبكير في طلب الرزق يزيد في الرزق ويزيد في البركة. فعن صخر الغامدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. قال: وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله. هذا عباد الله، والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب الممكنة الشرعية يجلب الرزق بإذن الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا أي جياعا وتروح بطانا. من أسباب الرزق عباد الله الجهاد في سبيل الله، وأن تقيم الأمة جهادا قائما ضد أعداء الله عز وجل، تدافع عن حياضها وتنشر دين ربها، كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ومن مفاتيح الرزق الصدقة والإنفاق في وجوه الخير. نعم عباد الله، كلما أنفق الإنسان في أبواب الخير كلما زاده ربي سبحانه وتعالى من خيره. قال الله عز وجل: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. وقال عليه الصلاة والسلام لبلال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا.
وقد جاء في دعاء الملكين كل يوم أنهما يدعوان فيقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وشكر النعم هو قيد النعم، هو قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة، وهو بركة على أهله. قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أسباب الجالبة للرزق الزواج من أجل العفاف. قال عمر رضي الله عنه: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح، وقد قال الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب أي العبد الذي يكاتب سيده الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. عباد الله، إذا أردتم الرزق الحسن المبارك الحلال فاطرقوا باب السماء بالدعاء واللجوء الصادق إلى الرزاق الكريم الذي لا يخيب من رفع يديه إليه وواثقا به متفائلا بجوده وكرمه وفضله. فالدعاء من الأسباب العظيمة، ومن الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن حسنة الدنيا الرزق الحلال الطيب. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس ويقول: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. وهذا دعاء يقضى به الدين ويتزيد البركة في الرزق. وكذلك كان يقول: اللهم اقضي عنا الدين وأغننا عن الفقر. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الكريم الرزاق، يفعل ما يشاء، يرزق من يشاء ويمنع من يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله، ثمة أمور تذهب الرزق وتمحق البركة منه وتحول بين العبد وبين التنعم برزقه. وهذه الأمور ولو كثرت على الإنسان لمحقت بركة رزقه. أحيانا بعض الناس يعصون الله، بل قد يتعدون إلى أن ينفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ويغرقون في الفواحش والمنكرات، ومع ذلك يزيد رزقهم ويزيد العدد في الرزق والأرقام تتضاعف. ونحن نقول: كيف أن هؤلاء الناس يزيدون في فاحشتهم وبعدهم عن الله والله يزيد لهم من الرزق؟ الزيادة في العدد لا تعتبر زيادة في الرزق، وإنما الزيادة في العدد هنا استدراج لا بركة فيه. هذا الإنسان الذي يبعد عن الله ويعصي الله ويغرق في الفواحش ويأتي بالرزق من الحرام، هذا الإنسان يرفع عنه الله عز وجل البركة، ولن يتنعم برزقه حتى وإن ظهر لك أنه متنعم. فالبركة والسعادة والحياة الطيبة من الله عز وجل. وهذه الأمور على كثرتها ترجع إلى أصل واحد وهو معصية الله. وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، أي بركة الرزق. وتأملوا أحوال الناس الآن لما طغوا بالمعاصي وكفران النعم، كيف ابتلاهم الله بالغلاء ونقص الأرزاق. فلا إله إلا الله. يقول ربنا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكلما ازداد الناس في البعد عن الله كلما ذهبت بركة الأرزاق وقلت الأمطار وقلت البركة في الرزق. وكلما ازداد العدل والدين كما هو في آخر الزمان حيث يحكم بالعدل ازدادت البركة والخيرات للناس. ومن الأمور التي تمحق الرزق أكل الربا، لأن الربا معصية كبيرة للخالق سبحانه، وهي محاربة لله عز وجل وظلم شنيع للمخلوق وقطع للمعروف بين الناس وإفساد للمجتمعات. يقول الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول ابن عباس: يقال لآكل الربا يوم القيامة:
خذ سلاحك فبارز رب العالمين. يقال له هذا تبكيتا لأنه حاربه في الدنيا بالربا. معاشر التجار، إن كثرة الحلف في البيع تمحق الأرباح وتمحق بركة الرزق وتذهبها حتى وإن كان صادقا. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وفي لفظ للربح، وعند مسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه يذهب ويتلف ثم أو ينفق أو ينفق ثم يمحق. ومما يغلق باب الرزق الطيب المبارك على صاحبه الانشغال بطرب الرزق عن فرائض الله، وشغل الهم في الإنسان على الرزق وعن الصلاة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فيا من رزقك الله ومد عليك بساط رزقه الواسع، أنفق فيما يرضي من رزقك، وأعطاك فيما يجب عليك من زكوات ونفقات على نفسك وأهلك وأولادك. ومن والاك الله الإنفاق عليه، وتناول منه على وجه الاقتصاد بلا إسراف في وجوه الكرم والمباحات، ولا تبذر تبذيرا، فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولا تبخل ولا تكن شحيحا عن إخراجه في أوجهه المشروعة من حقوق الله وحقوق الخلق، فإن البخيل غني اليد فقير الحال، يكد ويذهب لغيره، عليه الغرم ولسواه الغن. ومن قدر عليه رزقه وضاقت عليه الدنيا فليطمئن إلى قدر الخالق سبحانه، وليرضى بقسمة الله، فإنه تعالى أرحم به من نفسه رغم فقره. وليلزم القناعة شعارا والصبر دثارا، فما أحسنه من لباس على العبد. قال بكر المزني: يكفيك من الدنيا ما قنعت به، ولو كف تمر وشربة ماء وظل خباء، وكل من فتح عليك من الدنيا شيء ازدادت نفسك به تعبا. وليعلم العبد أن الرزق ليس بابا واحدا هو المال فقط، فالصحة والعافية رزق قد يرزقها الفقير ويحرمها الغني، وكذلك الستر رزق، ومحبة الناس رزق، والزوجة الصالحة رزق، والأبناء رزق، والأبناء البرر الصالحون رزق، والبركة رزق، والجار الصالح رزق، والتوفيق من الله رزق، والعلم والعقل رزق. وأعظم الأرزاق على الإطلاق هو رزق الإيمان والهداية والاستقامة والعلم النافع والعمل الصالح. وسل الراحلين عن الدنيا: هل تساوي كنوز الأرض طاعة الله وطاعة الله واحدة؟ قيل لحاتم الأصم: هل ما بنيت أمرك في التوكل على الله؟ على ما بنيت أمرك في التوكل على الله؟ قال: على خصال أربعة: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحٍ أو مستحيٍ منه. ورحم الله الشاعر إذ قال: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزق فليس يفوتني، وما يكن من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟ توكلوا عباد الله على الله، توكلوا عليه وثقوا به وأحبوه من كل قلوبكم، واعبدوه حق عبادته، وكونوا لما في يده أوثق منكم لما في أيديكم. فعن ابن مسعود قال: إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت دقيق. قال حاتم الأصم: إن لي أربعة نسوة وتسعة أولاد، ما طمع الشيطان أن يوسوس إلي في أرزاقهم. ولطالما عرفت أن الآجال والأرزاق مكتوبة ومحسوبة، فادفع همها عن نفسك. سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، فدع الهم ما استطعت، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك ما كان بالأمس، سيكفيك في غد ما يكون. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل همنا في آخرته. لقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره، وفرق عليه ضيعته أي أهله ومن هم حوله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه،
وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فاللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عمن سواك. اللهم اقض عنا الدين ولا تجعلنا من القانطين، واكفنا بالحلال عن الحرام يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم عليك بمن قاتلهم وعاداهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق وحدتهم وكلمتهم. اللهم اكف إخواننا في غزة، اللهم أطعمهم واسقهم، اللهم اكسهم يا رب العالمين، اللهم آويهم يا أرحم الراحمين، وانصرهم على من عاداهم، إنك أنت القوي العزيز العليم. أقول هذا والحمد لله رب العالمين.